السلام عليكم. موضوع هذه المحاضرة المفعول به على الاختصاص تقديم دكتورة سهام صائب. من الأساليب العربية الشائعة أسلوب يعرف بأسلوب الاختصاص، وفيه اسم منصوب يعربه النحات منصوبا على الاختصاص، ويعدونه نوعا من المفعول به لأن قبله فعلا محذوفا وجوبا تقديره أخص، وهذا الاسم يأتي بعد ضمير متكلم غالبا أو مخاطب أحيانا، ويمتنع وجوده مع ضمير غائب. ولما كان فيه شيء من الإبهام والغموض فإن هذا الاسم يوضحه ويبين المقصود منه، أي يبين المخصوص الذي نريده من الكلام، ثم يفيد معنى القصد والتخصيص. وأغلب ما يكون استعماله في جملة اسمية يعرب الضمير فيها مبتدأ، ثم يوجد بعده الاسم الذي يوضح المراد من الضمير، ثم يوجد الخبر. وللاسم المختص شروط هي: أولا أن يكون معرفا بال، وهذا هو الغالب. ثانيا أن يكون مضافا إلى معرفة. ثالثا أن يكون علما، هذا نادر. رابعا أن يكون كلمة أي أو أيت التي تلحقها هاء التنبيه على أن يأتي اسم معرف بال بعدها. أولا أن يكون معرفا بال، وهذا هو الغالب، مثل: نحن المسلمين واحد موحدون. نحن ضمير منفصل على الضم في محل رفع مبتدأ، المسلمين منصوب على الاختصاص أو مفعول به منصوب بالياء لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، وجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية. موحدون خبر مرفوع بالواو. ثانيا أن يكون مضافا إلى معرفة، مثل: نحن جنود جيشي ندافع عن الوطن. نحن ضمير منفصل على الضم في محل رفع مبتدأ، جنود مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، وفاعله ضمير مستتر وجوبا، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية. كلمة جنود مضافة وكلمة الجيش مضاف إليه مجرور، ندافع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. ثالثا أن يكون علما، وهذا نادر، مثل: أنا زيدا أدافع عن الحق. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، أفاعله ضمير مستتر وجوبا، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية. أدافع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. رابعا أن يكون كلمة أي وأية التي تلحقها التنبيه على أن يأتي اسم معرف بال بعدها، مثل: أنا أيها العربي كريم. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أي مفعول به مبني على الضم في محل نصب، أفعله محذوف وجوبا تقديره أخص، وفاعله مستتر وجوبا، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، جملة اعتراضية. هاء حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. العربي صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة، كريم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، ومعنى الجملة: أنا مخصوصا من بين الناس بالعربي كريم. وهناك مثال آخر: أنا أيتها الطالبة أسعى إلى العلم. إعراب هذه الجملة: أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أيته مفعول به مبني على الضم في محل نصب، وفعله محذوف وجوبا تقديره أخص، وفعله مستتر فيه وجوبا، وجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، جملة اعتراضية. ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
الطالبة صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة، أسعى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. ومعنى الجملة أنا مخصوصة بين الفتيات بالطالبة أسعى إلى العلم. ويكثر استعمال أي وأيته بعده جملة فعلية، وفي هذه الحالة تكون جملة الاختصاص في محل نصب حالا من الضمير السابق لها، مثل ربنا اغفر لنا أيها المساكين. إعراب هذه الجملة ربنا منادى موصوف بالفتحة الظاهرة، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. اغفر فعل دعاء مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. جرى العرف على أن لا نعرب فعل أمر تأدبا، لنا جار ومجرور متعلق بالفعل أغفر أي مفعول به مبني على الضم في محل نصب، وفعله محذوف وجوبا تقديره أخص، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من الضمير نا، حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المساكين صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة. ومعنى الجملة ربي اغفر لنا مخصوصين بين الناس بالمساكين ملحوظة، هذا التركيب في استعمال أي وأيته في الاختصاص اختفى الآن من الفصحى المعاصرة، وقد وردت منه أمثلة قليلة في فصحى التراث. في نهاية هذه المادة أشكر حسن استماعكم.